تفاصيل اقتراح كانت يعني هو الدكتور عمرو الشرقي قال لنا منذ قليل ان هو اقتراح بيقول ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المنظر الرئيسي للتشريع بما تتضمنه من احكام قطعيه الدلاله والاجتهاد بقواعده. الشرقي قال ان الاقتراح ده هيلاقي توافق من جميع الاعضاء بكون يتلافى الازمه في كلمه الاحكام المجمع عليها ما بين الكنيسه والنور والاصحاب. نعم، الاستاذه هبه امين الصحفيه بجريده الوطن والمتابعه لاعمال اللجنه، شكرا لك على هذه المتابعه. أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار نبيل صليب أن الإعداد للاستفتاء على مشروع الدستور سيستغرق شهرًا على الأقل من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه. وأوضحت اللجنة أن هذه المدة تأتي من أجل إعداد بطاقات الاستفتاء مستوفية البيانات وطباعتها تمهيدًا لتوزيعها على اللجان في كافة أنحاء الجمهورية والانتهاء من كافة إجراءات عملية الاستفتاء. جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة اليوم لبحث إجراءات الاستعداد للاستفتاء سواء فيما يتعلق بمقر اللجان العامة والفرعية وكشوف الناخبين وكشوف رؤساء هذه اللجان. رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى الاستشكال الثاني من تنظيم الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ الحكم السابق بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها، وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر. كانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت في 23 من سبتمبر الماضي حكما بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة تلك الأموال. أمر المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا بإحالة ملف قضية اتهام حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة بعد أن تم استكمال التحقيقات بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام. جاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنيات بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في هذه القضية. أعلنت مصادر أمنية مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط 29 من العناصر التكفيرية والإجرامية خلال حملة أمنية موسعة ببئر العبد جنوبي الشيخ سويد ورفح. يأتي هذا بينما أفاد مراسل نيل في سيناء بأن قوات الجيش والشرطة تمكنت من ضبط مخزن للمتفجرات في رفح وألقت القبض على عدد من العناصر الإرهابية. من ناحية أخرى، نفى المتحدث باسم القوات المسلحة وقوع أي هجوم مسلح على النيابة العسكرية في العريش، وأشار إلى أن ما نشرته بعض المواقع في هذا الشأن عار تماما عن الصحة. المنطقة المحيطة بدار الحرس. واتصالا انضم الينا عبر الهاتف من شمال سيناء مراسل النيل اشرف سويلم. اشرف، بعد التحيه، ما التفاصيل المتوفره لديك بشان هذا الموضوع، هذه العمليه التي قامت بها القوات المسلحه؟ نعم تامر، القوات المسلحه اليوم شنت حملتين عسكريتين مكبرتين على 3 محاور. المحور الاول كان في مدينه الشيخ زويد بحمد قريه التومه، عناصر بريه من قوات الجيش واشتبكت مع احدى الخلايا التكفيريه، وخلال الاشتباكات قتل 4 عناصر تكفيريه، كما نجحت القوات المسلحه في ضبط 29 عنصرا اخرين من الجماعات التكفيريه والاجراميه، بينهم 3 قيادات تابعه للاخوان المسلمين متورطه في قتل جنود. ايضا القوات المسلحه في مدينه رفح ضبطت احد مخازن الصواريخ في منطقه تدعى تل رفح، ضبط بداخله 80 دانه عيار 155 ملي و25 دانه صاروخيه عيار 82 ملي وخمسه مقذوف عيار 70 ملي و12 12 راس صاروخ وخمسه مقذوف اسرائيلي مضيء وعدد 10 محرك صاروخي. وعد هذا من المخازن الخطيره التي نجحت القوات المسلحه في ضبطها، وتم تدمير وتفجير هذا المخزن في مدينه رفح. ايضا دمرت القوات المسلحه 29 عشه وحرق وتدمير 6 دراجات ناريه بدون لوحات تستخدم في الهجوم على القوات، وايضا ضبط 4 سيارات مجهزه بالتسليح. كانت هذه الحملة في قريتي التومة جنوب رفح والطويل جنوب العريش، وأيضا في مدينة بئر العبد تم ضبط كما ذكرنا 3 عناصر من قيادات الإخوان المسلمين. أيضا في مدينة الشيخ زويد تم ضبط منزل بداخله مهمات خاصة بالحماية المدنية سبق الاستيلاء عليها بعد فض اعتصامي ربعة والنهضة، بداخلها أجهزة كشف عن المتفجرات وأيضا أجهزة تفجير مفرقعات ومحطات موتوريلا وبدل واقية من الرصاص و45 طلقة مدفع، يعني مهمات في غاية الخطورة
تم الاستيلاء عليها من اداره الدفاع المدني بمدينه العريش عقبه فض اعتصامي رابعه والنهضه، وما زالت القوات المسلحه مستمره في ضبط العناصر التكفيريه تامر. ايضا تم ضبط احد العناصر اليوم في كمين نصبته قوات الشرطه في مدينه العريش في احد المصالح الحكوميه لاحد العناصر التكفيريه متهم بقتل مجند بالقوات المسلحه كان في محل خدمته امام بوابه سنترال العريش الرئيسي منذ قرابه شهر تقريبا. وقت شكرا لك اشرف سويلا مراسل امينيف، كنت معنا عبر الهاتف من شمال سيناء. أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير 27 مزلقا في 13 محافظة بالوجهين القبلي والبحري. وصرح مصدر عسكري بأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستتعاون مع كبرى شركات القطاع المدني لسرعة تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة عالية، وكذلك المساهمة في مشروعات الكباري والأنفاق التي تعمل على تسهيل الحركة والسيولة المرورية وفك الاختناقات في العديد من المواقع. وصف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكي أمانو الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى بالخطوة المهمة، وأشار إلى استعداد الوكالة للقيام بدورها بالتأكيد على تنفيذ الإجراءات ذات الصلة بالعملية النووية. وقد أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاتفاق ووصفه بأنه خطوة أولى مهمة نحو إيجاد حل شامل لبرنامج إيران النووي. لحظة تاريخية وسط ترحيب دولي، خطت إيران خطوة أولى نحو تخفيف العقوبات المفروضة عليها. فبعد مفاوضات ماراثونية جرت على مدار 3 أيام في جنيف، توصلت إيران والقوى الست الكبرى إلى اتفاق مبدئي حول برنامجها النووي. توصلنا إلى اتفاق مؤقت تقوم بموجبه إيران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تعليق بعض العقوبات المفروضة عليها. تخصيب اليورانيوم الذي ظل حجر عثرة رئيسي في أي مفاوضات حول الملف النووي الإيراني انتهى أخيرا إلى أن التخصيب الذي تعتبره طهران حقا من حقوقها سيستمر بنسبة 5%، وتأمل طهران على إثر هذا الاتفاق أن تعود ثقة الشعب الإيراني تجاه الدول الغربية. إن الحق بامتلاك التكنولوجيا النووية حق غير قابل للتصرف، وإن المعركة التي نخوضها منذ سنوات الهدف منها أن يعترف المجتمع الدولي بممارسة إيران هذا الحق. واشنطن اعتبرت الاتفاق خطوة أولى مهمة في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني، وحاولت طمأنة الحليف الإسرائيلي وشركائها في المنطقة بالتأكيد على أن الاتفاق يحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا. بعضا من العقوبات سيتم تخفيفها ولكن معظمها سيبقى، كما يمكن أن تزيد في حال عدم التزام إيران بالاتفاق، كما أنه لا يوجد أي فارق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الهدف النهائي، وهو أن إيران لن تمتلك القنبلة النووية. في المقابل نددت إسرائيل بإبرام هذا الاتفاق مشيرة إلى أن إسرائيل غير ملتزمة بهذه الاتفاقية التي اعتبرتها سيئة للغاية، مؤكدة أن من حقها الدفاع عن نفسها بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أما فرنسا فقد تنازلت عن تحفظاتها إزاء المفاوضات مع إيران واعتبرت الاتفاق خطوة أولى كبرى نحو السلام الدولي. تقدم مهم على طريق الأمن والسلام يؤكد حق إيران في الطاقة النووية المدنية لكن دون حيازة للسلاح النووي. وفور الإعلان عن التوصل لهذا الاتفاق سادت حالة من السعادة بين الإيرانيين الذين اعتبروا أن الاتفاق بداية وفرصة ذهبية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية وعلاقاتهم مع الغرب وكسر العزلة الاقتصادية والسياسية. أما وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فأكد أن إيران عضو في اتفاقية حظر الانتشار النووي ودخلت في عملية تفاوضية وأعلنت التزامها بالتفتيش اليومي على بعض منشآتها وعدم المضي قدما في تصنيع سلاح نووي. وأضاف كيري أن الاتفاق حول برنامج إيران النووي سيجعل إسرائيل أكثر أمنا على مدى الأشهر الستة القادمة، وأشار إلى أن إسرائيل مهددة بما كان يجري في إيران. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الدول الكبرى لديها الآن آلية لتوسيع مساحة الوقت لتشكيل رؤية نافذة حيال برنامج إيران، وأكد أنه سيجري تخفيف العقوبات المفروض على إيران دون ما تغيير في الهيكل الأساسي لهذه العقوبات.
أعلن عدد من النواب الأمريكيين أنه يجب على الكونغرس الأمريكي أن يبقي على موقفه ويتبنى قرارا بتجديد العقوبات الأمريكية الحالية المفروضة على إيران في حال عدم التزامها باتفاقية جنيف. وقال السناتور الأمريكي الجمهوري مارك كيرك أن هناك مشاورات جارية في الكونغرس لتجديد العقوبات على طهران إذا لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية خلال الأشهر الستة القادمة. أما بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد أعلن أن نتائج اللقاءات بين إيران والسداسية في جنيف والتي أفضت إلى خطة لتسوية الوضع حول ملف إيران النووي هي فوز للجميع. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاتفاق له إيجابيات متعددة، منها أنه قد يكون مفيدا بالنسبة لتحضيرات عقد مؤتمر جنيف 2 والذي يهدف إلى إيجاد حل سلمي للأزمة السورية. وأعرب لافروف عن ثقته بأن إيران ستتعاون بنزاهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوف تجري مباحثات مكثفة في الأشهر الست القادمة حول نشاط إيران النووي السلمي. بقونا مع حضراتكم ونتابع بعد حين. أكثر من 160 قتيلا في يومين من المعارك بالغوطة الشرقية، وتقرير بريطاني يؤكد مقتل أكثر من 11 طفلا منذ بدء الصراع.